هذه الليلة هنالك اجتماع للمجلس الحربي على أجندته بحث مسارات الحرب واستمرار الحرب، إلى جانب أيضا بحث صفقة تبادل أسرى جديدة. في اليومين الماضيين تكثفت التسريبات حول هذا الموضوع، وأيضا أعلن على أن رئيس الموساد دافيد بيرنيا أخذ الضوء الأخضر من أجل المضي قدما نحو هذه الصفقة. تباينات أكثر في الصف الإسرائيلي، خلافات أكثر. هذا طبعا الأصوات التي نسمعها هي للقصف المدفعي المتواصل. من حيث نحن موجودون رصدنا إطلاق الصواريخ من طائرات الأباتشي الإسرائيلية. أيضا في هذه الأثناء أسمع أصوات مكثفة لطيران الاستطلاع الإسرائيلي. رصدنا في ساعات النهار قبل أن يحل الظلام كنا نشاهد كيف السماء هي ملبدة بالدخان جراء عمليات القصف المدفعي، وأيضا الغارات الجوية التي تحدث جبالا من الدخان. ورأينا أيضا في مخيم البريج قبل قليل على شاشتنا ألسنة الدخان المتصاعدة جراء استهداف المنازل والغارات الجوية التي نفذت. بالتالي هذا في سياق مشاهد العدوان التي نحن نرصدها من هنا. نتحدث كنا جمال عن الخلافات في الصف الإسرائيلي، بات محاسبة أكثر، تصريحات أولا متطرفة بشكل كبير تدفع بعض الإسرائيليين للدفاع عن أنفسهم. هذا اليوم اضطرت صحيفة يدعوت أحرنوت لتبرئة الطيارين، طياري سلاح الجو، لأن كان هنالك اتهام بأن وطأة الغارات الجوية قد أصبحت متباطئة أكثر وقلت الغارات الجوية. الادعاء لدى الطيارين بأن هنالك تباطؤ معين وهنالك قرار بإجراءات وآليات احترازية من أجل حماية جيش جنود الجيش الإسرائيلي على الأرض وفي الميدان، لأنه سجلت حالات قتل في صفوفهم بسبب الغارات الجوية. طبعا يطلب الجنود في القوات البرية غطاء من سلاح الجو، غارات مكثفة تسبق أي مداهمة. ورأينا في الأمس مثلا أعلن بيان الجيش عن شن ما لا يقل عن 50 غارة سبقت في خان يونس، سبقت مداهمة ومحاولة توغل القوات البرية. بالتالي دافع الطيارون هذا اليوم عن أنفسهم وقالوا إن تخفيف الغارات الجوية ليس من أجل حماية حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس بسبب اقتصاد في استخدام سلاح وذخيرة سلاح الجو، وإنما من أجل حماية الجنود على الأرض، لأنه سجلت في الأيام الأخيرة حالات قتل. شكرا لك.